المشكلة في انحرافات خطيرة جدا سببها المسلسلات. كيف؟ لا أكتمكم أن وضع المسلمين قبل 50 عام يختلف اختلافا كليا عن وضعهم الحالي. فالمرأة في المسلسلات لا يعرض دفئة إلا في الحرام، الزوجة مملة، ليس هناك متعة مع الزوج إطلاقا إلا أن تكون بالحرام. هذا مع متابعة المسلسلات أصبح في العقل الباطن للإنسان، لا يمكن أن يتصور أنه يستمتع بزوجته إلا بامرأة لا تحل له. لذلك ارتفعت نسبة الخيانات الزوجية إلى عدد وبائي، وأنا أعني ما أقول. وبحكم عملي في الدعوة تصل إلي معلومات دقيقة جدا، نسبة الخيانة الزوجية، لأن الذي يتابع هذه المسلسلات يصل إلى عقله الباطن أن المرأة لا يمكن أن تكون ممتعة إلا إذا كانت بالحرام. أيها الإخوة الكرام، هذه الأعمال الفنية أحيانا تستطيع أن تخترق خطوط دفاع الإنسان. الإنسان بحسب تربيته الدينية وتلاوته للقرآن في عنده خطوط دفاع، هذه الأعمال الفنية يمكن أن تخترق خطوط دفاعه ويمكن أن تزين له المعصية. كلمة قالها بعض الأدباء: من حق الأديب أو أي عمل أدبي أن يصور الرذيلة، هذا مسموح في الأدب، ولكن على نحو نكرهها، على نحو نشمئز منها، على نحو نحتقرها. أما إذا صورت الرذيلة على نحو ممتع متعة فائقة وعلى نحو يعد الذي يفعلها بطلا، فإن مجتمعا بأكمله يمكن أن يسقط من خلال هذا الفن. أيها الإخوة الكرام، هناك بدائل لا تعد ولا تحصى. يكفي أن تهتم بعمل دعوي، يكفي أن تضع لك هدفا كبيرا يستغرق كل وقتك. أنت في شباب دائم، المؤمن لا يشيق أبدا، لأن هدفه هو الله. ومهما أمضى من الأوقات ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قبل الزواج وبعد الزواج، في الصحة والمرض، إنه يشعر أنه شاب، لأنه بينه وبين هدفه بون شاسع. أيها الإخوة الكرام، أن تهتم بهوايات الأبناء. قد يتفوق ابنك بالخط أو بالخطابة أو بالمطالعة أو بهواية مشروعة صحيحة، أن تنمي هذه الموهبة وأن تجعله متفوقا فيها، هذا من البدائل. أن تعد بحثا علميا، تقرأ المراجع والمصادر. والله طالب من طلاب هذا المعهد ألف كتابا في التاريخ، العقل لا يصدق أن هذا الطالب بهذه السن يؤلف هذا الكتاب، وقد رجع الكتاب ورجعت مصادره وهو في قمة النجاح، وقد تعهد أخ كريم بطباعته على نفقته، هو في الصف الثامن. هناك هوايات عند الأبناء لو نمت وتعهدت وصقلت لكانوا أعلاما في الأمة. وتقول: أين البديل؟ لكن ما في وقت. هذه الشاشة سرقت منكم كل الوقت، ولم تبق وقتا لأي شيء إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يتلقى. وهذا الذي يقول: أنا لابد من أن أتابع أخبار الكون، فإن هناك مصادر أخرى لا تعد ولا تحصى، يمكن أن تأخذ منها أدق الأخبار وأدق التفاصيل دون أن تسمح لأسرتك أن تنهار من أجل الأخبار. أيها الإخوة الكرام، صدقوا ولا أبالغ، يمكن أن تختار من بين الساقطين بعض الأشخاص الذين يعتقدون الإلحاد وبعض الأشخاص الإباحيين، أن تجعلهم موجهين لأولادك. هل تقبل بهذا؟ هذا الذي يقع حينما تكون الشاشة مصدرا ثقافيا واحدا لأبنائك. كأنك تفعل هكذا، كأنك تختار أناسا بلا عقيدة، لا يؤمنون بالآخرة ولا بهذا الدين ولا بأي حرام أو حلال.
تدعوهم وترجوهم أن يربوا أولادك، وتختار فئة أخرى إباحية ترجوها أيضا أن تربي أولادك. دقق، هل تستطيع أن تبقي في بيتك 5 أشخاص ذكور وإناث على مستوى من الوسام عالي جدا ومن الخبث والمكر، أن تبقيهم في بيتك وأن تقول لا تكلم أحدا من أفراد البيت حتى أعود؟ هل تكون مطمئنا على ذلك؟ هذا الذي يحصل أيها الإخوة الكرام. لو أن واحدا أقنعك أن هناك مرض خطير يصيب عين طفلك من متابعة الشاشة، ترفض أشد الرفض وتذهب بهذا الجهاز، تهتم بعينه ولا تهتم بقلبه، ولا تهتم بعقيدته، ولا تهتم بسلوكه. مرة ثانية أيها الإخوة، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذا غيض من فيض من مضار الشاشة التي كانت حجابا بين المسلمين وبين ربهم. يا أيها الإخوة الكرام، تدبروا أمركم، لازلنا أحياء، لا زال القلب ينبض، لا زال في العمر بقية، يمكن أن نصحح، يمكن أن نغير، يمكن أن نستخدم البديل، وهناك 1000 بديل وبديل. أيها الإخوة الكرام، رجل يقول، رب أسرة يقول، لقد اكتشفت فجأة أن هذا الوحش الذي يقيم بيننا طوال تلك السنين دون أن ندري، لقد كان دائم التجمل أمامنا ليخدعنا، لقد دخل بيتنا ضيفا عزيزا أكرمناه وأحللناه في صدر البيت، راح يتكلم ونحن نصغي إليه بانتباه شديد، يعرض علينا ما يشاء من المناظر النافعة والخبيثة، نتلقاها كلها باحترام، نحافظ أمامه على الهدوء والسكينة، لا ينطق أحد بكلمة ولا ينبس ببنت شفة، فلا نقاطعه ولا ننتقده، بل نصغي إليه باستسلام كامل ولساعات طويلة كل يوم، حارمين أنفسنا من التفاعل فيما بيننا وبين الآخرين. ومضت السنون ونحن على أدبنا الجم في حسن الاستماع إليه وحده، حتى تنبهنا ذات يوم إلى حقيقة مرعبة. فخلال هذه السنين الطويلة قام هذا الضيف الذكي ببناء علاقة ودية وفكرية وعاطفية ومزاجية مع كل أفراد الأسرة، تأصلت ونمت على حساب علاقاتنا الأسرية والاجتماعية التي ضعفت حتى أصبحنا نعيش في بيت واحد كالغرباء، وأصبح كل منا منسجما مع هذا الضيف، ويبني علاقاته بالآخرين لا من خلال المبادئ الدينية الأصيلة، ولا من خلال القيم الأخلاقية الخالدة، ولكن من خلال ما يوحيه إليه هذا الضيف من خلال حديثه وعروضه. ولم يترك لنا هذا الضيف وقتا لنبحث فيه عن الحقيقة وعما يسعدنا في دنيانا وأخرانا، فالوقت وهو أثمن شيء في حياتنا ليس ملكنا بل ملك هذا الضيف، حتى أصبح المصدر الوحيد لثقافتنا، ولا يسمح لنا بتنويع مصادر هذه الثقافة، ولم يعد متاحا لنا كوالدين القيام بمسؤولياتنا التربوية تجاه أولادنا، بل انحصر همنا في تأمين الطعام لأولادنا، وانحصر هم الأولاد بتناول الطعام بصحبة هذا الضيف. ولكثرة ما عرض عليهم هذا الضيف من مشاهد العنف والإثارة التي راحت تتزاحم في ذاكرة الأولاد وتملأ صورها مخيلتهم وتجعل فكرهم في انشغال دائم بين مختلف المؤثرات الصوتية والصور المثيرة، فلم يعد أحدهم قادراً على استيعاب دروسه، وغلب العنف على تصرفاته والأنانية على طباعه، وسيحتاج كل منهم
إلى سنوات طويلة إلى إعادة تأهيله ليتخلص من هذه الأنانية وهذا العنف ليصبح عضوا صالحا في الأسرة وفي المجتمع. وهؤلاء الأولاد هم أعز ما نملك، ولم يبق لي منهم إلا أجسامهم، أما أفكارهم وعواطفهم وأخلاقهم فقد أصبحت لشخصيات غريبة عن مجتمعنا وعن قيمنا وعن مبادئنا، ولا يجمعني بهم جامع. وأمام هول هذه الكارثة قررت أن أقوم بمبادرة أخيرة أحاول بها استرجاع أسرتي، وبقرار حازم أخرجت هذا الوحش من حياتنا، مستغنيا عن أناقته وجميل طلته وبدائع أكاذيبه، حتى إني استغنيت عن تقاريره العلمية والإخبارية التي يمكن أن آخذها من ألف مصدر ومصدر. أيها الإخوة، عقد مؤتمر حول الشاشة، فكان من توصيات هذا المؤتمر يسهم هذا الضيف بشكل أو بآخر عن قصد أو عن غير قصد في تدمير القيم الاجتماعية ونشر وتكريس التفاهة وسلب الحساسية وقتل الإبداع وتشكيل عقبة كؤود أمام التربية والتعليم ونسف ومسح المكتسبات والمنجزات الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تم الحصول عليها وإنجازها بصعوبة بالغة. كذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن هذه الأشكال الثقافية التي يصدرها الغرب إلى البلاد النامية تشجع على السلبية والانعزال وتعطي الأولوية لثقافة الهروب القائمة على الخمول والانفصال عن الواقع والفردية المنافضة لروح الجماعة والعمل الجماعي، وبخاصة على أغلى شريحة في حياتنا إنها الأطفال. الطفل أيها الإخوة لا يتعامل بالفكرة أبداً، يتعامل بالصورة. يكفي أن تريه صورة إنسان متدين ثقيل الظل، وبين أن تريه صورة إنسان متفلت ولكنه خفيف الظل يكره الدين كله. هذا التأثير السلبي الخطير على أغلى شريحة في حياتنا على أطفالنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الضيف يؤثر على شريحة في مجتمعنا كبيرة جدا يسهل التأثير عليها، إنها شريحة الأطفال. والحقيقة يوجد إحصاء دقيق إن نسب الأطفال في العالم العربي 45%، أي نصف المجتمع من مجموع السكان. فهذا الضيف يفعل كل هذه الأفعال في هذا الجيل، فإن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وهم يهددوننا كل يوم ويتوعدون بمقاطعة اقتصادية تفقرنا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وأن نقف على أقدامنا وأن نثق بوعد الله لنا، فلا بد من محاسبة هذا الضيف. أنا أراه عقبة كؤود أمام الصلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، كيف يربط الأبناء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم حب نبيكم وحب أهله وتلاوة القرآن؟ أين وقت هذا أيها الإخوة الكرام؟ ما البديل؟ ينبغي أن تضع برنامجا لدروس يومية منتظمة بجدول ثابت لحفظ آيات من كتاب الله ولتدبرها ولفهمها. ولو رتب أحدنا وقتا لمطالعة كتاب الله وتلاوته وتدبر آياته والعمل بها لكان في هذا غنية عن كل شيء آخر. هل هناك في كل بيت مكتبة فيها كتب قيمة، فيها كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السيرة وكتب الفقه؟
هل ألف أفراد الأسرة أن يأخذوا كتاباً ليطالعوه؟ أم أن الأسرة بأكملها تقبع كالتماثيل أمام الشاشة؟ هل في البيت مكتبة إسلامية ولو أنها متواضعة؟ هل يقوم الأب من مكانه ليمسك بكتاب ويعلم أولاده كيف يراجع هذا البحث في المكتبة؟ أيها الإخوة الكرام، الاهتمام بإيجاد مكتبة في البيت إسلامية تعد مرجعاً لأفراد الأسرة، إن في السنة الشريفة الصحيحة أو في سيرة النبي أو في الأحكام الفقهية أو في تفسير القرآن أو في العقيدة، هذا واجب كل مسلم. والله الذي لا إله إلا هو، يمكن أن تجد ألف بديل وبديل، ويمكن أن تستغرق هذه البدائل كل الوقت وتشعر برغبة ملحة في متابعة العلم. أيها الإخوة الكرام، وهذا الحاسوب الذي هو نتاج هذا العصر يمكن أن يوظف في الحق بشكل لا يصدق، بشكل لا يصدق. وهذا بديل أيضاً عن متابعة المسلسلات ومتابعة المهرجين والمهرجات. أيها الإخوة الكرام، إدارة الوقت لا يحسنها إلا قلة قليلة، لأنك وقت، لأن رأس مالك هو الوقت، لأن أثمن شيء تملكه هو الوقت. من منا يدير الوقت؟ من منا يضع هدفاً ويمشي نحوه؟ من منا يرسم هدفاً ويحققه؟ من منا يحاسب نفسه على ساعة مضت لم يذكر الله فيها؟ من منا يستغل كل دقائق حياته؟ ألم يقسم الله جل في علاه بعمر النبي؟ فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن أردت أن تأخذ مثلاً آخر، هؤلاء العلماء الكبار الذين تركوا مئات الكتب، متى طلبوا العلم؟ ومتى ألفوا؟ ومتى كتبوا؟ ومتى نقحوا؟ لأن الله بارك لهم في وقتهم، لأنهم عرفوا قيمة الوقت وأقبلوا على الله عز وجل، فبارك الله لهم في وقتهم. أيها الإخوة الكرام، ما الذي يمنع أن يكون البديل أن تأخذ أهلك إن أمكنك إلى مكان طبيعي فيه الطبيعة الجميلة وفيه الهواء النقي، وأن تبتعد عن الناس المتفلتين، وأن يستمتع الأهل بوجودك معهم وبوجودهم معك؟ هذا أيضا من البدائل، أن تخرج إلى مكان جميل، هذه الطبيعة الجميلة التي حبان الله بها. يمكن أن تستخدم سيارة أجرة، ليس شرطاً أن تمتلك سيارة، اجعل في برنامجك أن تأخذ أهلك من حين إلى آخر إلى مكان جميل، وأن تحدثهم وأن تستمع إليهم وأن تلاطفهم. قيادة الأسرة فن أيها الإخوة. أيها الإخوة الكرام، ولماذا ننسى الرياضة؟ لما لا يكون هناك برنامج رياضي لأفراد الأسرة كي تصح الأجسام وتقوى؟ لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. العقل السليم في الجسم السليم، هذا الجسم وعاء عملك، هذا الجسم قوام حياتك. هناك إهمال ما بعده إهمال، ترى النساء يصبن بأمراض عضالة في وقت مبكر، منها ترقق العظام لعدم الحركة، أكل وشرب وجلوس وراء الشاشة حتى ينتهي البرنامج بعد منتصف الليل. أيها الإخوة الكرام، زيارة الصالحين، أليس في هذه البلدة إنسان صالح تعقد معه موعداً لزيارته وأن تستفيد من علمه ومن خبرته ومن تجربته في الحياة؟ أيها الإخوة الكرام، هذه الفتاة حينما تتزوج لا تفقه شيئاً في تدبير المنزل، تقع بحماقات ما بعدها حماقات. أين أمها؟ ليس هناك وقت لتعليمها إطلاقاً، ليس هناك دقيقة لتعلم ابنتها، تقع في أخطاء فاحشة مع زوجها ومع أولادها وفي إدارة المنزل وفي تهيئة الطعام وفي تهيئة اللباس، تشعر أن هذه الأم كانت غارقة
في المسلسلات أن لها أن تعلم ابنتها وبعد ذلك تسأل عن البديل؟ هل هناك جدول زمني لحضور بعض المحاضرات الدينية؟ إن في تفسير القرآن أو في شرح الحديث الشريف أو في الأحكام الفقهية أو في السيرة النبوية، حضور درس علم شيء ثمين جدا في حياة المسلمين. هل لك مساهمة في الأعمال الخيرية؟ وما أكثر الجمعيات الخيرية؟ هل لك مساهمة ولو متواضعة في عمل دعوي، في عمل خيري، في لجنة بناء مسجد، في ميتم، في أعمال البر التي لا تعد ولا تحصى؟ هل هناك يوم في حياتك، يوم مفتوح من أجل أن تعيش مع أولادك حياة ثقافية؟ أن يعد أحد أولادك موضوعاً وأن يتلوه على إخوته وأمه وأن تناقشه فيه وتسأله عن الأدلة والبراهين وعن الأسباب التي حملته على اختيار هذا الموضوع؟ ألا تعيش الأسرة حياة ثقافية راقية؟ أيها الإخوة الكرام، هناك نشاطات لا تعد ولا تحصى. هل حرصت على أن يحفظ أولادك القرآن؟ هل ألحقتهم بمعهد تحفيظ قرآن؟ هل سألتهم مساء ماذا تعلمت يا بني؟ من هو أستاذك حتى أشكره؟ هل أقمت علاقة بينك وبين إدارة المعهد كي يشعر الطفل أنه ملاحق من كل جهة؟ وتسأل بعدها عن البديل؟